بالنسبة للكورونا كان عندها تأثير سلبي على السير العادي ديال معالجات الملفات ديال الهجرة، وخصوصا في المدة الزمنية اللي تخصصات لمعالجة الملفات فيما يتعلق بمعالجة الملفات ديال الباريناج لا داخل كندا ولا خارج كندا في السفارات. بالنسبة للمدة الزمنية اللي متعلقة بال ديليفرونس ديال لاكارت ريزيدونس بيرمانونت المدة ديالها زادت. بالنسبة للمعالجة الأكثر اللي كانت أثرتني بزاف هم الناس ديال دافعين الجنسية. الناس اللي دافعين الجنسية من 2019 و2020 مازال لحد الساعة الآن باقين تيتسناو في باش يدوزوا ليكزامان ديال السيتويانتي ولا السيرمو. بار كونتر علاش؟ لأن في الوقيتة اللي كان ما كانش كورونا كان ليكزامان تيدوزوا الناس دون زين سال لا دان زون أونفيتياتر اللي تدوز 500 واحد ولا 400. بار كونتر من ولات كورونا ولا ليكزام تيدوز اونلاين، يعني تيدوز واحد بواحد، يعني اوتوماتيكومون لو ديلي داتونت تيولي اكثر فاكثر. وكان في الحقيقه نتائج كان تاثير سلبي على لي تريتمون على لي زيتيديون يعني بالخصوص، لان المده الزمنيه ديال القرايه ديالهم ضعفات، لان الوقت اللي فاش كان الانسان غيكمل في عام ولا عام ونص ولا تيكمل في مده اكثر. يعني كان في الحقيقة تأثير سلبي على السير العادي على معالجة الملفات. وتنظن المحاولة الأخيرة من مؤخرا الحكومة بدأت داركات هذه القضية هذه، وتنظن بدأوا حتى لو ديالي بدأوا تيكون أقل فأقل من الشيء اللي كان عليه من قبل. بالنسبة لملف الهجرة هو ملف اللي متواجد في جميع البرامج ديال الأحزاب السياسية المرشحة، الأحزاب السياسية الكندية المتنافسة على الحكومة. وتاريخيا إلى جينا نرجعوا قراءة تاريخية للأحزاب والعلاقة ديالها بالهجرة، رحنا عندنا تجربة ديال لي ليبيرو اللي هما عندهم باع طويل وعندهم العلاقة ديالهم بين ملف الهجرة اللي هو بالنسبة لنا تنشوف حتى العلاقة إيجابية وعندهم حتى قرارات اللي هي جد إيجابية. إلا جينا نقراو قراءة مبسطة ولا سريعة في التجربة اللي شفنا مع الحزب ديال لي كونسيرفاتور للمحافظين، راه كانت عندنا تجربة اللي هي مريرة وكانوا دازوا قرارات اللي هما صعبة شوية متعلقة بالهجرة. راه شفنا كانت في الأول حكومة مينوريتير وعاودت دارت حكومة ماجوريتير. في الوقيتة فاش دارت حكومة ماجوريتير يعني راه دوزت قرارات اللي كانت خطيرة جدا، منها إلغاء تقريبا 185 ألف ملف ديال الهجرة اللي كانوا محطوطين تقريبا أكثر من 4 أو 5 سنوات. دوزوا ملف ديال الجنسية اللي كان من 3 سنوات ولا 4 سنوات، وزادوا لا كونديسيون ديال لانتونسيون ديال الانسان واش عنده لانتونسيون باش غادي يبقى في كندا ولا ما غاديش يبقى في كندا، يعني ولا لو جيجمون تيقدر يكون غير على لانتونسيون. داروا قرارات اللي هي كثيره اللي ماشي في صالح المهاجر. بالنسبه للباريناج ديال لي بارون حذفوا لي باريناج ديال لي بارون واحد شويه، ولاو داروا غير واحد العدد معين ديال لي بارون اللي عندك الحق باش تباريني، وهذاك القرار باقي ساري الان، لان كانوا في لي كونسيرفاتور داروا 5000 في السنه، دابا زادوا طوروا شويه داروا 10000. يعني هذا قرارات اللي بقى الاثار ديالهم حتى الان. يعني هذا الشيء كله شكون غادي يحسم فيه؟ الخريطه الانتخابيه تيحسم فيها المواطن بطبيعه الحال اللي خصو يكون مسؤول وخصو يصوت ويعرف على من يصوت، والنتيجه ان شاء الله غادي تكون في الانتخابات. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.